حديثنا شيخنا الفاضل ونحن على مقربة زمنية من أعظم ضيف من شهر رمضان المبارك، قد يكون شهر أكثر أو أقل قليلا يفصل بيننا وبين هذا الضيف العزيز، كيف لنا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك؟ أنا لي أن أقول بتعريف جامع شامل لهذا الشهر، إنها دورة تدريبية لنقل الإنسان من مستوى إلى مستوى، لا سمح الله، من مستوى المعصية إلى الطاعة، من الطاعة إلى العقل، من العقل للإحسان، في مراتب. رمضان مهمته أن ينقلك من مستوى إلى مستوى. الأدنى مستوى المعصية برمضان يتوب إلى الله، لكن أخطر شيء سلبي بهذا الشهر أن يصبح هذا الشهر عادة من عوائدنا. يعني في أشياء مألوفة بالشهر، في ولائم، في سهرات على المسلسلات، في صلاة متأخرة، يعني الساعة 12 تعب بينام، في الفجر بعد الشمس، كأنه ألغى الشهر، ألغى العبادة، جعلوا شهر ولائم، سهرات، أفلام، مسلسلات. ودائما بالإعلان للأفلام إن هذا الفيلم أنتج خصيصا لشهر رمضان المبارك، يكون كله معاصي وآثام. حياتنا فيها ازدواجية، صارت حياتنا فيها شكل لا مضمون. هذا شهر عبادة، شهر قرب من الله، شهر تلاوة القرآن، شهر غض البصر، شهر ضبط اللسان، شهر الإحسان، دفع الزكاة، شهر زيارة الأقارب، صلة الأرحام، شهر طاعات كله، شهر إكرام مادي ومعنوي، شهر اتصال بالله، شهر تألق مع الله، شهر عبادة طويلة، شو 20 ركعة التراويح، تقف ساعة تستمع أمام الله عز وجل بكلامه، في ركوع وفي سجود. فكلما ضبط الإنسان واستقامته قطف ثمار هذا الشهر. إحنا كل رمضان يأتي دكتور نتمنى أن نغير فيها أنفسنا للأفضل، لكن مرات الواقع يكون مخيب للأمال. ما الذي يحصل معنا وما الحل؟ أنا بقول كلمة سيدي، نحن مثلا برمضان طلعنا درجة، شوف انتهى رمضان نزلنا الدرجة، ما استفدنا شيء. والمفروض طلعت درجة الثانية درجة ثانية، نعم. أنا عم بطلع هيك، نعم. فكل مرة قفزت قفزة نوعية، هالمرة بالاستقامة، كان ما في غض بصر صار في غض بصر قوي، كان في صلوات أيام تفوتني صلوات متقنة وفي أوقاتها، كان في جلسات لا ترضي الله، غيبة ونميمة كذا تركتها. فالإنسان كلما استقام اقترب من الواحد الديان. فكأنه شهر رمضان دورة تدريبية على إحكام الاستقامة مبدئيا، ثم إحكام الصلاة بالله ثانيا. هذا رمضان صار في ألفة مع الصلاة، هون صار في خشوع، هون في إقبال. فالإنسان كلما ازداد قربا من الله ازداد تألقا. نعم. هلا بيجي العيد، شو العيد؟ في فهم للعيد مضحك، انه اكلنا حلويات، لبسنا جديد. العيد عودة الى الله. العيد حقيقته عودة الى الله. لذلك وليكبروا الله على ما هداهم. الله اكبر، وين كنت انا؟ كل هالقرب، كل هالسعادة بالقرب، وين كنت؟ ولكن ضوع وقتي كله في الله أكبر، تكبير الدهشة، كلها السعادة بها الصيام، كلها الطهر والعفاف بها الصيام، كل غض البصر بها الصيام. بتحاول ما تعود بجلسة ما بترضي الله عز وجل. نعم. هيئ نفسك إلى حاضنة إيمانية، هيئ نفسك بغض بصر مقبول عند الله عز وجل، بضبط لسان، بضبط سمع، في أغاني، في أشياء كثيرة، في ضبط اللسان، ضبط العين، ضبط الأذن. هلأ ضبط اليد، ما في مصافحة لامرأة لا تحل لك مثلا، لك بيت، اعتني ببيتك، اعتني بزوجتك، هي حلالك هي. فأنت لما بتعمل محاولة تغيير، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني كأنه رمضان يختصر بالتغيير، تغيير نحو الأحسن.
ومن مستوى إلى مستوى، من تفلت إلى عبادة، من عبادة إلى إقبال، من إقبال إلى تألق إلى تقوى. أما إذا واحد عنده تفلت قبلك رمضان شهر توبة، توبة شهر التوبة نصوح، يعني الله أعطاك فرصة، سميها دورة تدريبية، سميها دورة مكثفة، نقلة نوعية، قفزة في سلم الإيمان، قرب من الله، أنت ذوق طعم القرب من الله. فأنت صليت، كلما أتقنت هذه الصلاة جعلت نفسك في راحة كبيرة. ولا خير في دين لا صلاة فيه، ما في دين سماوي إذا في صلاة. أنت ضعيف، عاجز، فقير، خائف، الصلاة بتقويك، بتقوي ضعفك، بتقوي علمك، بتقوي حكمتك، بتقوي قربك من الله عز وجل. فهي السعادة بالاتصال بالله عز وجل. شيخنا الفاضل، هل في مثلا خطة مقترحة أو جدول مقترح للعبادات يمكن فعلا أن يعين الإنسان أولاً أن يستغل الشهر الفضيل؟ أتمنى من أعماق أعماقي أن تختم القرآن في رمضان، هي قراءة سمية تعبدية. يعني دكتور، يعني إضافة لختمة القرآن الكريم في رمضان، ما هي العبادات التي تنصح المستمعين الكرام أن يواظبوا عليها؟ كله باليوم حضور درس الدين مجلس علم، كل الدول الإسلامية في درس بعد الترويح، وأنا كنت أعمله 20 دقيقة فقط، ودرس بعد الفجر، هدول أهم درسين، درس الفجر ودرس الترويح. بعد الترويح صار في اتصال بالله، فأنت مستعد تتلقى شيء. بس بتمنى على المدرس بعد ما صلوا ساعة بكاملة يكون درس ما يكون فوق 20 دقيقة، والفجر كذلك. فبعد الفجر بعد الصلاة في درس، وبعد الترويح في درس، فأنت بالصلاة أقبلت، بالدرس قطفت الثمار. يعني نحن إذا كان القرآن قرأناه، قراءة التدبر، أنا من عادتي يعني بتخذ مصحف قد يكون قديم جدا عندي، يعني في أحدث منه بكثير، كل ما شفت آية هيك مؤثرة بحط تحت خط أحمر، هي قراءة ممنهجة. فأنت لما عم تقرأ القرآن التفاعل، هي قراءة تفاعلية، إذا في آية تأثرت فيها والله ألهمك بمعاني دقيقة فيها أو رجعت معانيها بالتفاسير وتأثرت، عمل لها إشارة الآية، عندك لقاء سهرة مع أخواتك البنات مثلا كل أسبوع، كنت تحكوا بالأسعار والزينة والأزياء، بفتح المصحف اللي فيه آيات أنا متأثر فيها وأنا بتذكر تأثري بالآيات، معي مادة أحكيها. بقول لكل أخ مؤمن، خلي معك مادة متأثر بها، سمعتها من عالم، من خطيب مسجد، قريتها بكتاب كثير مؤثرة للآية، تفسير الآية، أنا مكتبها عندي بدفتر صغير، قاعد بجلسة بفتح الدفتر بحكي الآية، هذا صار ذكر لله عز وجل. ما بليل التراويح، التراويح أنت مفطر، أكلت، شبعت، وصمت، وطعت، وما خربط أبدا، أنت مستعد لتلقي التجلي من الله عز وجل. والتجلي هو كرم يتنزل من الله على من يتعبد. أبدا، لكن ممكن يكون 8 ركعات التراويح، ممكن أنا هون لاحظت الأردن كله 8 ركعات تقريبا، كثير من مساجد 8، بعض المساجد 20، يعني. وكل إنسان يعني يصلي بطاقته.